الجميلة هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهيجن العربية الأصيلة، مع أمسية أيضا انطلاقات سن اللقاية. في هذه الانطلاقات المتميزة ينطلق شوطنا 15 وهو الشوط الختام في هذا المساء المتميز، يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط. مباشرة نسير مع البداية والمركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة في هذا المسار. من تأتينا مصيحة؟ محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي من يقدم لنا مصيحة مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني من يتقدم شعار بالسيقان مع انطلاقة توق صالح بن علي بن حسين بالسيقان المري، بينما المركز الثالث هناك من تتقدم مشاهدين الكرام هملول محمد بن راشد بن علي بن محمد ألف هيدي، بينما المركز الرابع من تتواجد هناك أيضا قسورة لعبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن حبيشة النابت من يصل مع المركز الرابع، بينما أتابع المركز الخامس يصل غبة لبطي بن سالم بن صالح الحول المري من يصل مع انطلاقة أيضا المركز الخامس وانطلاقة شعاره المتميز. هاي النتيجة مشاهدين الكرام الخمسة الأسماء الأولى المنطلقة بمسار وتحديات هذا الشوط، الشوط الختامي بهذه الأمسية التراثية الجميلة. ولكن نعود مع البداية مع المركز الأول مع اللي غيرت الصدارة توك صالح بن علي بن حسين بسيقان المري من انطلق مشاهدين الكرام مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني وصول وقدوم هناك من مشغلة حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل مشاهدين الكرام. هناك التي تتقدم أيضا شعار بن عقيل مقدما لنا سباير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت، بينما أتابع شعار بن فيدان من يقدم لنا أيضا هذا الانطلاق المتميز مع ودان علي بن فيدان بن علي الفيدان المري ما شاء الله. أتابع بينما المركز الرابع وصول من شعار بن دلموك المركز الخامس من تتقدم هنا أيضا مشاهدين الكرام مع الظبي لسالم بن علي بن سعيد المري، يصل أيضا مع المركز الخامس في هذا المسار المتميز والجميل. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء هي الخمسة المراكز الأولى المتقدمة مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن أسماء عديدة ما خلف الخمسة المراكز الأولى. عطنا لقطة يا مخرجنا المتميز على الأسماء المشاركة هناك ومن عمق الميدان، هذه التدخلات السريعة مشكور يا مخرجنا المتميز علي بن محمد بن شارب ومحمد بن خزين أيضا في الإخراج على هذه اللقطات المتميزة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع بن فهيدان من يقدم لنا شعاره المتميز مع ودان علي بن فهيدان بن علي الفهيدان المري، يا سلام. المركز الثاني يتواجد شعاره بالسيقان مع انطلاقه توق، مع ثاني المراكز هنا مع صالح بن علي بن حسين بالسيقان. المركز الثالث يصل ايضا مشاهدينا الكرام هنا انطلاقه ايضا الظبي لسالم بن علي بن سعيد المري، يصل بينما المركز الرابع وصول قدوم مشاهدينا الكرام اللي تدخلت في هذا المسار المتميز مع عزه راشد بن هادي بن علي بريس المري، يصل أيضا هنا مقدما لنا شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع أرصد الدخول مشاهدين الكرام، تدخلات سريعة من قبل الأسماء الكايدة، وصلت محمد بن سالم بن سعيد الجربوعي وصل مقدما لنا الكايدة مع الأمتار الأخيرة مشاهدين الكرام وأجواء الكيلومتر الأخير. الله يا سلام، ولع الشوط ولع. تابع وشوف هذه الأسماء وهذه الشعارات، ولكن اللي قلبت موازين الشوط هنا الكايدة، هالكايدة مع المركز الأول محمد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، ولكن بن عقيل قادم لا محالة مع انطلاقة هنا مشاهدين الكرام اللي واصل في هذا المسار سباير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت، يصل شعار البرنس وقدم لنا أيضا سباير في هذا المسار المتميز والجميل، بينما شعار الجربوعي مع المركز الثاني يتقدم شعار بالسيقان مع المركز الثالث مع توك، ولكن بن عقيل مع المركز الأول مع انطلاقة سباير مع المركز الأول والأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة. الله يا سلام، مرحلة الإقلاع، مرحلة الإبداع يا بن عقيل، روح هناك مع سباير مع المركز الأول مع شوط الختام. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام، نزفها للبرنس على هذا الفوز وهذا الانتصار مع هذا الشعار المتميز والجميل مع سباير. سباير سلام، سباير سلام، سلام بن عقيل سلام، أسعد الله مساك على هذا الفوز هذا الانتصار. بينما المركز الثاني من وصلت مشاهدي الكرام مع المركز الثاني هناك ألف هدى وصلت لحمد بن بخيت بن علي البريدي المري، بينما المركز الثالث
وصول مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام مع توق لصالح بن علي بن حسين بس قال المري. والمركز الرابع وصول هناك مشاهدينا الكرام مع الدوحة محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة. بينما المركز الخامس وصول من الكايد محمد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط كما تشاهدون عبر شاشة قناة الريال الفضائية. ها هي سباير تقدم عروضها المسائية المتميزة بشعار البرنس. هنا محمد بن طالب بن عقيل النابة المري والتهني مصورة لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل البرنس الذي قدم لنا سباير مع شوط الختام. تهانين ونمس على هذا الفوز. 6 دقائق و18 قزة من الثانية هو التوقيت المصاحب لسباير. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني لفهدة وتوقيتها الزمني 6 دقائق 3 ثواني 26 قزة من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لمالك الفهدة على هذا الفوز وهذا الانتصار. حمد بن بخيت بن علي البريدي المري. بينما المركز الثالث وصل شعار بالسيقان مع انطلاقة أيضا توق وتوقيتها الزمن 6 دقائق 4 ثواني 40 قزة من الثانية هو التوقيت المصاحب لتوق. تهانين والناموس لصالح بن علي بن حسين بالسيقان المري.